إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله حمد طيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدين الأعزاء ومستمعين كذلك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أينما كنتم في برنامج الإسلام والحياة، وفي شهر رمضان مبارك، وفي اليوم الثامن منه، وما أسرع الأيام وما أشبه ليلة البارحة. بالأمس بدأنا واليوم هو اليوم الثامن، نستضيف صاحب الفضيلة الشيخ محمد بعجيل حفظه الله تعالى في هذه الساعة من الساعة الثالثة إلى الرابعة، فحياكم الله جميعا ونحيي الشيخ أولا. مرحبا شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا، وفقك الله والقناة والمشاهدين والمستمعين. الله يحفظكم شيخنا. طبعا الأرقام الهواتف والتي تواصلوا بها مع هذا البرنامج تخرج تباعا أسفل الشاشة بإذن الله سبحانه وتعالى، ونذكر بها مرة بعد مرة: 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. وبإذن الله سبحانه وتعالى تواصلوا مع البرنامج بعد 5 دقائق إن شاء الله من بداية البرنامج. حياكم الله إخوتي أخواتي. شيخنا الكريم بارك الله فيك، بدأنا في المرة الماضية جزاكم الله خيرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فهل لكم شيء تضيفونه اليوم شيخنا بارك الله فيك في هذا الحديث ونذكر به الناس جزاكم الله خيرا؟ جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد علم الهدى، وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقلة سنته وكل من به اقتدى، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تقبل الله منا الصلاة والصيام، وجعلنا من هداة الأنام وأتباع خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ذكرتنا أنه اليوم الثامن، وما أسرع ما تنقضي هذه الأيام، ومن لطائف الله وتيسيره قال: أياما معدودات، وكل ما يعد فهو قليل، كل ما يعد فهو قليل. لكن هذه الأيام المباركات وهذه النفحات الطيبات يختلسها منا الشيطان الرجيم والنفس والهوى، ولما نقول الشيطان إما بأن التصفيض يشمل الكبار فقط والمرض دون الصغار فتبقى وسوسة الصغار، وإما أن الشياطين ترسل وسوستها إرسالا بعد التصفيض وبقيت النفس والهوى. من ذلك أن يمتزج صيامنا بقول الزور وبالعمل به، ومر بنا ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأخرج الإمام البخاري أيضا من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت. وفي بعض الروايات في الصحيح: وشهادة الزور. ونحن الآن نعيش أيام الزور والباطل والبهتان، وجمع الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها قول الزور
والعمل به على دار الإفتاء، مش من دار الإفتاء، على دار الإفتاء. فقيل فيها من الزور ما قيل، ثم تحول الزور إلى عمل وإلى إفساد. يا سبحان الله، كان الإمام أحمد يفتي رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا تمكن من آلة لهو أو مزمار أو من شيء محرم تمكن منه فاستطاع إفساده، يفتي الإمام أحمد رحمه الله تعالى بإفساده. وما دار بخلد الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن أناسا ينتسبون إليه سيحطمون ويسرقون ويفسدون أدوات فيها الكتاب والسنة والفقه ومصالح الناس وفتاوى الناس وإعلام الناس بأحكام الله رب العالمين. يا إخواننا، كم من فساد عريض وكم من بلاء في دنيانا ما امتدت إليه أيديكم ولا طالته ألسنتكم وصمتتم صمت الأموات في قبورها عنه، ولكن لا هم لكم ولا عمل لكم إلا أن تقضوا على دار الإفتاء. هذا ديدن الغرب ودين النصارى وديدن اليهود وديدن بعض العلمانيين، والعلمانيون في زماننا انقسموا إلى قسمين: العلماني غير الملتحي والعلماني الملتحي. لأن دار الإفتاء، ما تنقمون من دار الإفتاء في هذا القول الزور والكذب والبهتان، ثم أصبح عملا سواء قام به صاحب القول أو من أثر فيه صاحب القول، عندما تشيطنها. أنت ما شيطنت ما يستحق الشيطنة، ما تنقمنا منها. هذا طرحته من قبل في بعض الحلقات، أو لكنني أقول ما تنقمنا منها. لو كانت كعلمانيتكم الملتحية التي تقول إن الإسلام في دروس إن الإسلام لا يتعدى صلاة في المسجد ومظهرا لائقا يقره الإسلام ويدل على التسنن فقط، أما السياسة الشرعية فتلك لقيصر ولو كان كافرا. ولو هذه علمانية، لو فعلت دار الإفتاء ذلك ربما باركتموها وربما ناصرتموها. لكن الآن على المسلم، أنا قلت من قبل، كل طبخة تطبخ في ليبيا أو في خارجها مع الغرب من شرطها أن تكون دار الإفتاء خارج الملعب وخارج الاتفاق. كل إنسان وكل غربي وكل مسلم عندما يلتقون يختلفون فيما يختلفون إلا في مسألة دار الإفتاء، فيتفقون على تحييدها وإزالتها بوضعها الحالي. أما أن تكون دارا صغيرة، أن تكون مكتبا في الأوقاف وأن يكون فيها شيخ يخوض مع الخائضين يبرر للدولة وللحاكم ما يفعل من خير ومن شر، ولو كان فيه محادة لله ورسوله وفيه ولاء للكافرين وبراء من المؤمنين، هذا دار الإفتاء
تعلم أنها مراقبة من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سائلها وسائل مسؤوليها وسائلك وسيسأل كبارها. لذلك الحق حق أحق أن يتبع. ولنعرض ما قالته دار الإفتاء على الشرع، ولنسأل مبغضها أو كارهها أو الذي يتمنى زوالها إن كان من أهل العلم، ونقوله: نسألك بالله تعالى إن كنت في مكانهم وأردت أن تراقب الله وأن يكون قولك من عملك، فهل ستقول غير ما قالت؟ اسأل نفسك إذا خلوت بها في كل ما قالته أو في أغلب ما قالته، وانظر هل ستجد مناصا من أن تقول مثل ما قالت؟ إذن فلما تعيب عليها؟ أم أن الأمر كما يرى البعض إن لم يكن الحق من عندي؟ يعني بعض الناس إذا شاورته وأكبرت به على بناء دار لهو أقر ذلك، وإذا لم تشاوره ولم تكبر به واقترحت بناء مسجد عارض. المسألة تتعلق بالأمر الشخصي. وتعالوا يا من تقولون الزور والبهتان على الدار وأنتم لا تعلمون لا ما بداخلها وما هو خارج، تأخذونه من مبغضيها ومن إعلام يكرهها. دار الإفتاء ماذا فعلت؟ ولي الأمر تعاملت معه بالكتاب والسنة. بالله عليكم يا إخواننا، حتى الحكومة المقترحة الآن قالت دار الإفتاء إنها غير شرعية. أنا سئلت في استديوهات القناة مرة في بداية الأمر، قلت: لا تسألوا دار الإفتاء، بقوانين الأمم المتحدة هي حكومة غير شرعية حتى الآن، لأنها تحتاج إلى موافقة كذا، واللي بيوافق عليها حتى هو حكمت محاكمه بأنه غير شرعي إلى غير ذلك. الآن ما تقول دار الإفتاء هو ما قاله رئيس ليبيا. من هو رئيس ليبيا اللي يتحكم فيها الآن؟ كوبلر. في الأسبوع الماضي قال الحكومة الشرعية الحكومة المقترحة غير شرعية، فنقبلها من كوبلر ونقول بها ولا نقبلها من دار الإفتاء. أليس هذا من الزور؟ أليس هذا من العمل به؟ تمتد الأيدي الآثمة للإفساد وللضرب ويعني للإرهاب. سبحان الله، الإرهاب الفكري. أنا لا أقول إرهاب كما يقول الغرب، لكن الإرهاب الفكري. طيب، ما تنقمه؟ بارك الله فيكم. هل شيخنا دقيقة بس نتوقف عند دقيقة هذا الحد. دقيقة. تفضل سيدي، تفضل شيخ. نعم. تفضل دقيقة. تفضل. أقول الليبيين، هل اجمعوا يا سيدي مجموعة من المشايخ، نحكي أنا أخاطب الذين يرجون أيام الله أرى، مش اللي يعرفوا الحق، يعني أخاطب جماعة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء يعني يعمل بما يعلم، لا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا، لو جمعتم مجموعة من المشايخ الكبار في ليبيا ممن تثقون فيهم وقلت لهم: حاوروا دار الإفتاء وحاوروا رئيسها وأعضاءها ومجلس البعوث فيها وناظروهم، لفتحت دار الإفتاء أبوابها في مناظرة علنية ليتبين الحق من الباطل، ولنقف على جانب وعلى ركن شديد من الحق بإذن الله تعالى. أما أن يتكلم فيها من لا يعلم، ويتكلم فيها العامة، ويتكلم فيها السوق، ويتكلم فيها يعني البلطجية، ويتكلم فيها أهل الخمر وأهل الميسر وأهل الأنصار، لما هذا؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ وهذا من قول الزور ومن عمل الزور، والله أعلم. نعم. أسأل الله فتح الله عليك شيخنا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. نستقبل بعض المكالمات. الأخ أسامة من طرابلس، هل ما زلت معنا؟ أسامة من طرابلس، تفضل أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حي الله المشايخ، نسأل الله ربنا يبارك فيكم في علمكم يا رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا يا أسامة، تفضل أخي. شيخ عباس، السؤال يعني السؤال الأول، قول الزور أو الكتم، يعني كتم الشهادة أو الزور نفس المرتبة، ولا السؤال الثاني، هل عندنا يتقدم الإمام للصلاة في الإخوة المصلين ينوضوا قبل ما تشرع الإقامة، فشني حكمها بالله شيخ عباس؟ يعني متى يقوم المأموم يا قصدك أنت؟ بالضبط، شوفوا الإمام جاي يبدأ ينوضوا قبل إقامة الصلاة، قبل ما يسمعوا من القيم الإقامة يبدأ يقوم عند ما يشوفوا في الشيخ. طيب يعني. نفع الله بك يا أخي أسامة، سؤال طيب جدا، بارك الله فيك. نعم الأخ شكرا أسامة. أسامة من مسلاتة، أسامة من مسلاتة، تفضل. أيوة يا أسامة. السلام عليكم. مرحبا يا أسامة. وعليكم السلام طلع، مرحبتين. وعليكم السلام طلع. عندي ثلاثة أسئلة من فضيلة الشيخ. تفضل يا سيدي، تفضل، مرحبا بك. السؤال الأول، إمام انتهى في سجود السهو، فهل يلزمه سجود سهو آخر؟ ماذا؟ أعد السؤال أخي في هذه الصلاة. عاود السؤال أسامة، عاودة. إمام انتهى في سجود السهو. إمام سهى في سجود السهو، هل يلزمه سجود سهو آخر؟ طيب، وكيف يتصرف مسبوق هذه الصلاة؟ نعم، وهل يكون سجود السهو في صلاة النافلة كذلك؟ هل يكون سجود السهو في صلاة النافلة كذلك؟ سهو في النافلة، في النافلة. طيب، السؤال الثاني، أعتدنا أن نتناول البيض في عاشوراء. نعم، فهل هي بدعة؟ وإن كانت كذلك فهل تناول المأكولات في هذا الشهر رمضان المبارك الكريم التي لا توجد في غيره من الشهور؟ نعم، جميل جدا. السؤال الثالث، رجل حاج ويصوم رمضان ويزكي ومعاملاته حسنة وأخلاقه عالية ولكنه لا يصلي، فهل تركه للصلاة يضيع عليه ثواب طاعاته الأخرى؟ نسأل الله السلامة. لا يصلي. طيب أخي، شكرا يا أسامة، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. نعم نعم، لينا من الزاوية، تفضلي أختي لينا، مرحبا لينا. لينا من الزاوية، مرحبا يا أختي. ألو، أهلا وسهلا. نعم يا لينا، تفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك ميتي ويحفظك إن شاء الله. يا شيخ، نعم، تبعيني من امتحاناتي، أنا شهادة. خيرك؟ أنت شنو؟ ادعيلي يا شيخ امتحاناتي. ربي يفتح عليك يا بنتي. عندك سؤال أنت يا لينا؟ وجميع عندك سؤال ولا ما عندك سؤال؟ عندك سؤال ولا ما عندك سؤال أنت؟ لا شكرا، ما عندي سؤال، غير قصص بس ادعيلي امتحاناتي. الله يفتح عليك يا بنتي. طيب شكرا، يلا اعطينا مكالمة أخرى، بارك الله فيك. نعم، نمشي إلى الأسئلة إذن. نعم طيب شيخنا، بارك الله فيك، الأخ أسامة هو في نفس صلب الموضوع، في نفس الموضوع، لب الموضوع، قول الزور وكتم الشهادة هي نفسها؟ قول الزور وكتم الشهادة وما يكتمها فأنه آثم قلبه، هو نفس ذلك؟ لا، أن أدنى واحد إيجابي واحد سلبي، هو نعم، ميل على الحق وتضيع، يجتمعان في ذلك وفي تضيع الحقوق، لكن قول الزور أمر إيجابي فعل أو قول، وكتم الشهادة أمر سلبي، ترى أن شهادتك تنفع شخصا ولا تريد له أن ينتفع بها، أو تحق حقا ولا تريده، أو تبطل باطلا ولا تريد، وذلك قال تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، آثم. يعني هذه من أي من أعمال لا يفعلها إلا من استولى الران على قلبه وبغضه سيطر على
قلبه وسود قلبه، فمسألة قلبية ليست نعم. مسألة عابرة، يعني إثمها نعم. وعظيم أثرها في أنها من نتائج أعمال القلوب، كما التقوى في القلب كذلك مثل هذا العمل لا يعمله إلا من يعني خبث قلبه واسود قلبه واستولى الران على القلب، فذلك يعني قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ويجتمعان في الميل عن الحق، يجتمعان في الميل عن الحق، لكن ثم يعني كأنهما عموم وخصوص وجهي، يشتركان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء، وكلاهما مما أبغض الله وممن حرم الله، وآثاره عظيمة في المجتمع، فكم من حق ضاع بشهادة زور أو بكتمان شهادة، وكم من باطل انتفش وعظم ولو يسيرا بشهادة زور أو بكتمان شهادة، نسأل الله تعالى أن يحفظنا والمسلمين من ذلك. نعم نفع الله بكم شيخنا، بارك الله فيك. نستقبل بعض المكالمات، لعلنا نتوقف الأخ أسامة عنده سؤالين، لكن نأخذ الأسئلة ثم نعود إن شاء الله. الأم الجريح من مصراتها، أم الجريح تفضلي. أيوة السلام عليكم يا عم الشيخ، كل عام وأنتم بخير. وعليك الصحة يا رب. سلام يا مرحبا يا أختي، يا أهلا وسهلا. أيوة. كنت صدى طيبة إن شاء الله. مرة معلش سامحني يا عم الشيخ، مرة سألتني على ولدي والمجروح، أنا ولدي ما فيش إيه؟ محط صبح في جسمه أما جريح فيه، وعدل تركيا وعدل هولندا والحمد لله ربنا شفاه، بس نبي عم الشيخ يدعي له بدعوة بنية صافية، يدعي له بالصحة، والعند الآن مازال يمشي برضه مع أصحابه، مازال يمشي، وأنا مودعة خمسة من أولادي مودعاهم هنا مع القوات البنيان المرصوص، ونبي عم الشيخ يدعي له. بس عندي سؤال يا عم الشيخ لو سمحت. معلش تفضلي تفضلي اختي تفضلي. يا مرحبا بك. شكل سنون نفس الشيء ونلبس يعني يفطر يعني الشيخ طاقم سنون نلبسه ولا كيف يعني الشيخ؟ طيب طيب حاضر يا اختي حاضر. اسمي شيخ عبد الباسط. شيخ عبد الباسط نلبس فيه نفصل فيه ونلبس فيه. شيخ عبد الباسط هل هذا يفطر ام لا؟ شيخ عبد الباسط تفضل. عم الشيخ العجيلي يدعي لي لاولادي الخمسه، انا مودعتهم وداع لله سبحانه وتعالى، عندي 10 اولاد الله يحفظهم ويحفظهم لله سبحانه وتعالى. هادي شيخ عبد الباسط ونبيك تدعي لي عم الشيخ. السؤال لحظة أختي خليك معنا على الهواء، خليك خليك رمضان يخش عليك، خليك معنا خليك معنا يا أختي. السلام عليكم. تفضل يا اختنا. بارك الله فيك. يا قولها يا اختنا انت ادعي لنا. ما كانت تسمعني. نعم شيخ. لا تسمعونا بعد ذلك ان شاء الله تعالى. هي نسالها تدعو طيب والله خير. لنا. اي والله بارك الله والله فيها العظيم. وتبتها الله. نعم. امين يا رب. الاخ رجب من الزاويه تفضل. اخ رجب. رجب من الزاويه تفضل يا رجب. يا اخوي. اسمعني من التليفون يا رجاب، اسمعني من التليفون، سكر التلفزيون لو سمحت. نعم يبدو أنه مقطع الخط. طيب شيخنا الأخ أسامة عنده سؤال آخر، أسامة من طرابلس يقول يعني متى يقوم المأموم متى يقوم؟ هل عند الإقامة وعند رؤية الإمام؟ متى بالضبط يعني؟ هذا أمر واسع ولم يأتي في السنة شيء يحدده تحديدا منضبطا. بعض أهل العلم يذهب إلى أن يقوم المصلي عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الصلاة اللي هي فيها سنتان، سنة قد قامت منفردة وسنة قد قامت الصلاة مثنى مرتين. وللأسف ابتلينا هذه الأيام بمن يقضي على السنة بالسنة. الأصل أن نقضي على البدعة بالسنة، لا أن نقضي على السنة بالسنة. قد قامت واحدة سنة وقد قامت مرتين سنة، كلاهما سنة. مثل الحرمان الآن يسمع الناس منهما قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة مرتين، إذن أظهر هذه السنة ولا بس. المغرب العربي يظهر السنة الأخرى قد قامت مرة واحدة، فلماذا
لماذا؟ هل يعني مع أن القياس في فارق في بعض الأشياء، لكن هذه تشبه القراءات، كما هم حافظوا على قراءة حفص أو على قراءة عاصم برواية حفص، تسمع الآن المغاربة حافظوا على قراءة نافع برواية ورش القالون، مع اختلاف بعض الأشياء نعم، لكن هذه سنن. الآن بمجرد الإنسان أن يتسنن وأن يرجع إلى يعني عن باطله أو عن لهوه، بمجرد بكذا خلاص أياتي اللي يقول قد قام مرتين، وكأن لماذا؟ وأنت إذا جلست ونظرت في الأدلة، هذا له دليل وهذا دليله، هذه سنة وهذه سنة، فينبغي أن نحافظ على سنة، وهم حافظوا على سنة، فتبقى السنة في الشرق وفي الغرب ولله الفضل والمنة. هذه مسألة عارضة الآن، العلماء قالوا أمر واسع، ما في شيء واضح. بعضهم قال تقوم عندها قد قام الصلاة، لكن الأمر يا سيدي يحتاج إلى أمر آخر. كيف الأمر الآخر؟ يحتاج إلى سنة أخرى نفقدها حتى نقرر الحكم. السنة الأخرى أن الإنسان عندما يدخل المسجد، وين يصلي تحية المسجد، وين يجلس؟ في الصف الأول وراء الإمام، لأن هذا في فضل. نعم. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وفي فضل. نعم. وبعدين يبدو الناس على اليمين وعلى الشمال حتى يتم الصف الأول، ثم يبدأ في الصف الثاني من وراء الإمام يمينا وشمالا حتى يتم الصف الثاني، وهكذا. هؤلاء إذا جلسوا هذه الجلسة، لو قلنا لهم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قمتم، لقاموا جميعا واستوت الصفوف بسرعة. لكن ماذا يحدث في دنيا الناس اليوم؟ يأتي قبل الأداء بنص ساعة ويجلس في آخر صف، هذه واحدة. هذا إذا قلنا لقوم لما المؤذن يقول قد قام الصلاة، والمسجد هو 25 متر ولا 30 متر، متى سيصل إن شاء الله تعالى؟ يعني والإمام من فقهه ألا يكبر وألا يدخل مصلى إلا إذا استوت الصفوف، حتى كان بعض الخلفاء يجعل بعض الناس يسوي له الصفوف، إذن سينتظره الإمام وهو قد قام، بعد قد قال المؤذن قد قامت الصلاة، متى سيحضر؟ هذه واحدة. الثانية، قد يكون شيخا كبيرا أو يكون معاقا أو يكون كذا، متى سيصل إن شاء الله تعالى؟ يعني هناك شباب أحيانا قد يكون متأخرا ولكنه بسرعة يصل إلى الصفوف، قد يكون شيخا كبيرا أو به إعاقة لا يستطيع الوصول إلا بعد وقت، فكيف نستطيع؟ فعند سنن نقوم بها هي الأولى، إذا قمنا بها وتراصت الصفوف بعدها يمكن أن يقوموا مع بداية الإقامة، أو أن يقوموا مع قد قام الصلاة، أو أن يقوموا مع دخول الإمام إلى محرابه. نفع الله بك شيخ. فالأمر كأنني أقول بهذا الوضع، كل مسجد له ظروفه، ما لم تجتمع السنن كلها، إذا اجتمع السنن كلها نعم نستطيع أن نؤخر القيام، لكن إذا لم تجتمع السنن فكل مسجد وكل إمام له ظروفه الخاصة. نعم. نفع الله بكم شيخنا، بارك الله فيك. حقيقة عندنا أسئلة كثير جدا شيخنا، نحاول يعني نجيب الناس اليوم في هذه الحلقة حفظكم الله تعالى، نختصر بقدر الإمكان. نستقبل المكالمة. هذه الأخ نضال من طرابلس، تفضل نضال. تفضل يا نضال، مرحبا بك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. تفضل، مرحبا يا نضال. بالله عندي سؤال يا شيخ. عندي المرأة حامل. نعم. وتستعمل في ضربات التهاب تستعمل فيهم بعد أذان الفجر، هل يفطر الضربات على النحبل ولا ما يفطرش؟ طيب حاضر، في قبل يعني إجابة قبل. يا أخي نضال، حاضر. طيب شكرا جزيلا. شكرا شيخنا. الأخ أسامة من سلاتة عنده قال إمام سهى في سجود السهو، فهل يلزمه سجود سهو آخر؟ بارك الله فيك. الله وما بعدهم الأئمة، فعلا هالأيام كاثر السهو عند الأئمة، لأن قديما يا سيدي قالوا لا تستفت. نعم. من ليس في بيته دقيق. للشيخ بتنجدى، كانوا صغارا مش لاقين ما يأكلوا. نعم. ما تنشداش، لا تستفتي من ليس في بيته دقيق، لأن خم. نعم. على صغارة يفتيك. نعم. بغير حقه وينسى ويصير له ذهول،
والأئمة الآن فعلا نعم. أول حاجة الصراع على الإمامة نعم. الصراع على أعوذ بالله الآن الآن من شرط الإمامة المظهر فقط المظهر فقط نعم. حتى أن بعض الإخوة سألوني أن إماما يصلي التراويح وهو يحلق لحيته طبعا هذا أمر خطير والله لا نرضى تقرأ القرآن نعم. ورب أعطاك القرآن ومنع عليك القرآن تحسف لحيتك يا بلادي ما يصيرش لكن الجماعة مع شبه أركادك كويس باي من تقدمونا إن شاء الله قالوا نقدم لكم واحد داق لحية ما شاء الله ربي بارك وعنده إزهار ما شاء الله هذا كله أمر طبيعي لكن هذا علماني طيب هذا علماني ما هو هذا كل واحد عنده مصيبة هذاك قد لا يكون علمانيا باهي ولكنه نعم. حلق لحيته يعني مرة تخف شوية يرى أما هذا مش طبعا مش كل من ذا اللحية وذا رزان يقول علماني لكن أغلبية اللي الآن يعبدون ولي الأمر هؤلاء علمانيون باهي اللي بالغوا في ولي الأمر إلى إلى منزلة العبادة فتلك عبادة قال عندي نعم. فهذا تنقول له باهي تصلي بينا مظهر كويس صح إيه حتى المظهر راو حتى المظهر يعني في اللحية وفي الإزار طيب لكن في ستر عورته غير طيب أغلبهم لا يستعملون نعم. ردا وعوراتهم بائنة ومحددة ويعني لباس رقيق ويتقدم للناس والله رأيت كثيرا منهم الجبة متاع الإمام معلقة وما يأخذها مش عارف كبر عليها والله شيء ولا لا أدري فعندي إشكالية حتى في المظهر نعم. لكن هذه يعني هي نعم. طمت وعمت في الليبيين إلا من رحم الله سبحانه نعم. وتعالى فنقول له بقى انت ما تقول لك انت علماني انت يعني. عندك الدين دقيقة بس نعم. الدين في مسألة الجامع بس وأحوال الشخصيات هذه علمنا نعوذ بالله على كل حال طيب. الإمام يسهو نعم سؤال الأخ يعني السهو نعم إيه السهو في سجود السهو كيف معنا زاد سجدة مثلا إنه بيسجد سجدتين زاد واحدة يا زاد ثلاثة زاد واحدة على اثنين هذا سهو فالمأمومون يعني إذا سجد واحد يقول له ما زال واحد يقول له سبحان الله أو يكلمونه إذا زال الثالثة نعم. إذا زال الثالثة من كان على يعني متأكد أنها الثالثة فلا يسبح له ولا يتابعه أما كان شاكا نعم. مثله فيتابعه لكن ليس عليه سجود ليس على على الذهول أو السهو نعم. في سجود السهو سجود سهو آخر هذا ملخص يعني نعم نفع الله بكم شيخنا نستقبل المكالمة مسعود من درنة تفضل يا أخي مسعود من درنة تفضل يا أخي مسعود من درنة تفضل يبدو أنه انفصل الخط مع مسعود طبعا عاد الأخ رجب من الزاوية تفضل أخوي رجب مرحبا يا رجب تفضل تفضل يا رجب الله يبارك فيك يا رجب أهلا وسهلا تفضل تفضل يسمع فيك يا شيخ انا عندي اخوي امبارح قد ناب الصبح هواي مريض تحسف نعم زين كما الله صار عد خط الحمام تقيأ في الحمام يا شيخ تقيأ العيادية الكبيرة يا شيخ تقيأ في الحمام ها الو في الصبح يعني اليوم الصباح يعني بعد الفجر اليوم هذا في الصبح ها اليوم الصبح يا شيخ طيب طيب اخي الكريم حاضر تسمع الاجابه يا شيخ يا شيخ تفضل تفضل يا رجب تفضل قلت لك نعم نسمع فيك يا رجب اخر بنقول لك الله يبارك فيك حاليا تو قاعد نقلب على التسجيلات لقيت هذا خبر هذا تو لقيت الزفره تحت سيطره الجيش يا شيخ حسبنا الله ونعم الوكيل باش بنديروا هذا شيء حسب الله ونعم الوكيل هذا خبر يلا خير ان شاء الله عندك سؤال اخر فقهي يا رجب انا لقيت تو في قناه ليبيا ليبيا الحدث يلا حسب الله ونعم الوكيل طيب عبد الفتاح من طرابلس تفضل يا اخي عبد الفتاح من طرابلس تفضل عبد الفتاح عليكم مرحبا يا عبد الفتاح وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياكم حي الدكتور الاستاذ محمد بدر بارك الله فيكم على البرنامج الصحيح شيخنا الفاضل الله يحييك يا اخي عبد الفتاح شهر رمضان بارك الله فيك حظك الدروس في شهر رمضان دروس مفيده وثمينه جدا لكن الدرس والله لاحظنا في كل يعني جل المساجد ان اللي يبدا في الدرس بدخول الحمام ليله العيد ينتهي بخروج الحمام ويبدا بالصيام الى ان ينتهي ليله العيد بالصيام فهو هذا مطلوب من المشايخ بارك الله فيك لكن في امور مستحدثه في امور كذا لما تسال على امر يخرج الدرس يقول لك لا مش وقت هذا الكلام
ما يبيش يجاوب لأن الله أعلم بذلك. المشايخ والعلماء يتطرقوا لأمور طارية، ينصحوا الناس لأمور طارية في أمور بلد ما يحدث كذا غيره. إحنا دروس الدنيا هذه مستقلة لها وخاصة العامة، لكن في أمور يعني طارية نعم. لازم يتكلم ثاني لما يسألوك لازم يتجاوب صح ولا مظبوط. الشيخ محمد نعم. عقب على ذلك وبارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا 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 يا أخي. شكرا يا أخي الفتاح، بارك الله فيك. نعم نعم أبو عجيلة تفضل. تفضل يا أبو عجيلة تفضل. خير يا شيخ شن حالك؟ مرحبا يا أبو عجيلة تفضل فيه. مرحبا. عندي سؤال يا شيخ. السؤال يقول أنا توا اللي فات يا شيخ في يوم رمضان هذا مع قبل مع الفجر بالضبط أذان الفجر هو قال الله أكبر يا شيخ وأنا في دي ملقي شربت لكن ما كانش في يعني في هو واصل لي الفم يا شيخ الملقي يعني فيدي هو وانا اضطريت اني نشرب بسبب توليعي يعني دخان قبل اذان الفجر. هذا نبي نعرف الفتوى نتاع عشان يا شيخ. طيب سيدي حاضر حاضر يا اخي. وعندي سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت. تفضل تفضل يا ابو عجيلة تفضل. مرحبا. عندي الوالده انا عندي الوالده مريضه لها حوالي 15 او 20 سنه تو. المرض بتاعها الله يشفيها يا رب. عافاكم الله. الله يشفيها. خشت عليه امور ثانيه نبي ما معاش عرفت انا يعني مره يقولوا لي برا لشيخ وعينها عند شيخ ومرات برا للطب ونبي ناخذ فتوى من الشيخ معناها معاش عرفت دخت انا في امري يعني في الشيء هذا. انت بتسال هل هي تصوم رمضان ولا ما تصومش؟ هي تصوم في رمضان يعني. تصوم يعني انا مرات نبقى تفطر وهي تضطر ان هي تصوم يعني تفكر في يعني ما يعني مضطره ان هي تفطر. طيب اخي الكريم حاضر. طيب الله يشفيها يا رب بس الله يعجلها بالشفاء. نعم الاخ طارق وتكون اخر مكالمه. شكرا الله يعافيها يا رب بس الله يشفيها. طارق من العربان تفضل يا طارق. مرحبا مرحبا يا طارق. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا طارق. الاول يا شيخ ما حكم العمليات التفجيريه الانتحاريه هي؟ ما حكم العمليات التفجيريه الانتحاريه؟ العمليات الانتحاريه. طيب حاضر. والسؤال الثاني يا شيخ بارك الله فيك. إيه؟ حكم اللحية لغير السلفي للشيعي وللاخواني وللصوفي وللاشعري. حكم اللحية لغير السلفي. حكم ماذا؟ حكم اللحية لغير السلفي. يعني شنو كيف حكم اللحية لغير السلفي؟ دار لحية كافر دار لحية كذاب دار لحية صوفي أو أخواني داي اللحية شو حكمه؟ حكم اللحية لغير السلفية هل هي مكروهة ولا عجيب سؤال مندوبة ولا شيء؟ طيب أي تسمع الإجابة من الشيخ إن شاء الله. ايه فهمت سؤال غريب شويه هو دار لحيه وخلاص. اي اخي تسمع الاجابه بارك الله فيك. تسمع الاجابه ان شاء الله. طيب خلاص ان شاء الله. شيخنا بارك الله فيك. شيخنا بارك الله فيك. الاخ اسامه انتهيت يا اخ طارق. انتهت اخ طارق. طيب خلينا نجيب الاجابه ما زال 7 دقائق لن نستقبل اسئله بعد اللحظه. شيخنا بالله باختصار ان شاء الله تعالى الاسئله كثيره جدا والوقت ضيق. يعني الاخ اسامه يسال هل يكون سجود السهو في النافله ام لا؟ نعم فيها مواطن فيها سجود ومواطن ما فيها سجود. يعني نعم. مثلا من الفروق السر والجهر في الفريضة فيهن سجود، في النافلة لا. السورة ترك السورة في الفريضة فيها سجود، في النافلة ما فيش سجود. في تختلف انت قلت بسرعة الآن تختلف في بعض الأشياء تختلف، لكن مثلا زاد ركعة أو قام ثم جلس أو هذا عليه سجود، ترك شيئا يعني نعم. من غير الأشياء الخمسة التي ذكرها الفقهاء. نعم. طيب جزاك الله خير يا شيخ نفع الله بكم. الأخ نفسه أسامة يقول يعني احنا في عاشوراء يقول نتناول في البيض يعني بعضهم يقول أن هذا بدعة وكذا، لكن أهو في رمضان نتناول في أطعمة خاصة هذه بدعة أم لا؟ لا هي البيض في عاشوراء ما احنا هذا كله جانا من الروافض لما كانوا في شمال افريقيا باي. وفيه لا. مساله الصبغ تحولها من بيضه الى سوداء ولا حمراء وكذا لون الدم وكذا او السواد، يعني فيها اظهار الحزن ولا ينبغي الانسان يظهر الحزن يعني بعد اكثر من 1000 سنه على موت سيد الشهداء الحسين رضي الله عنه ورحمه الله. لكن نعم. لا طيب يتناسب مع رمضان. لا رمضان ياكل انسان ما يسره الله سبحانه وتعالى. نعم
طيب شيخنا الأخ أسامة هذا من سلاتة يسأل يقول في رجل حاج معاملته حسنة، رجل طيب وحبوب وكل شيء ما شاء الله عليه، لكن لا يصلي. بالنسبة لعلاقة الصلاة بالصيام لا علاقة يعني، إلا إذا ترك إذا ترك الصلاة يعني جحدا لها أو جحودا لها، قال ما فيش صلاة فهذا كافر، لا صيام ولا قيام. أما إن كان يقول الصلاة واجبة لكن أنا وربي يهديني وكذا إلى آخره، فهذا صيامه صحيح، صيامه صحيح. يتعجب الناس كيف هو صايم وما صليش، نعم، لكن ركنا الصيام موجودان هي النية والإمساك، فصيامه صحيح يعني أسقط العقاب، لا يسأل يوم القيامة عن صيامه. نعم. أما الثواب فمسألة تعلق بالثواب، هل يعطى ثوابا أو لا يعطى؟ نعم. هذا عند الله سبحانه وتعالى، فالذي محافظش على أمور الإسلام وعلى ما يقتضيه الصيام ما لا ثواب له، لكن الصيام صحيح. نفع الله بك شيخنا. نسأل الله له الهداية. دخت أم الجريح. نعم. آمين آمين. أم الجريح بارك الله فيها تقول هي مركبة طاقم أسنان وتنحي فيه وتركبه، هل يقعد الطاقم هدايا ولا تنحيه صيامها صح وإلا لا؟ لا 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 علاقة له بصيامها، لا أن تخلعه أو أن تقيمه، هذا لا علاقة له. نعم. لها الأمران نعم. يعني يضايق فيها بتحوله أو تقول ما استحقلهاش لأني صايمة أو أثبتته، هذا يسمح من ضمن جسمها ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. طيب شيخنا هي نفسها أنت دعيت لها وقلت نطلب منها الدعاء، عندها 10 أولاد 5 أولاد مع البنيان المرصوص، يقاتلوا في الدواعش ويقاتلوا في المجرمين. نعم هي وفقها يعني الله، وكانت خنساء عصرنا وثبتها الله وأعطاها الله أجر أولادها وثباتهم وأجر شجاعتهم وأجر حماستها هي. وهي الحقيقة الآن كما أخبرت هي في موضع أو في موقع أن تسأل الله لنا لا أن نسأل الله لها، أنت يا أمي أولى أن تسأل الله لنا الهداية والتوفيق وأن يثبتنا على الحق وأن ينصر الإسلام وأهله، ووفقك الله وجزاك الله خيرا. نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ نضال يقول أن زوجته حامل وتستعمل في التحاميل المهبل يعني، فما حكم هذه التحاميل التي تستعملها المرأة؟ هذا في القبل يعني، في القبل. لا قال هو أظن في القبل المرأة، في القبل أو أي نعم في القبل. نعم إيه؟ نعم نعم صحيح، لا في القبل، في القبل إيه، لا في القبل، هذا عند إيه علمائنا ما يفطرش، لا أنت تعمله. نعم نعم. الأخ رجب يقول أخوه يعني نعم. طيب نفع الله بك شيخنا بارك الله فيكم. الأخ رجب يقول أخوه اليوم تقيأ في الصباح يعني، يعني مرض فتقيأ يعني، ما حكم هذا التقيؤ؟ هل أفطر أم لا؟ لا هذا هو ليس عمدا، لا أدري هل عمدا والله غلبة، إن كان غلبة لا مريض، هو قال مريض يعني، هو تقيأ. قال مريض نعم إيه كانوا مريض واحتاج إليه مسألة أخرى حتى لأنه في تفصيل كثير يعني، فإن كان هو تقيأ غلبة ولم يرجع شيء فلا شيء عليه، رجع شيء إلى الحلق من الحلق إلى الفم إلى البطن فعليه القضاء، وقع له شك رجع أو لم يرجع فعليه القضاء احتياطا، المسألة سهلة إن شاء الله تعالى. نعم. طيب نفع الله بك شيخنا بارك الله فيك. الأخ عبد الفتاح شيخ يعني يقول سبحان الله بعض المشايخ لا تتحدثون في الواقع البلاد، إذا دخلت درس أو تسمع بالمشايخ يتكلم لك عليه مسائل فقهية وكذا، لا تسأله في خلال الدرس عن يعني واقع البلاد مسألة نازلة سياسية وكذا. سمعته أي نعم. هذا أخونا بارك الله فيك كلامه طيب، إيه كلامه طيب، لكن هو كأنه ما يتابعش في مثلا قناة التناصح قناة التناصح. لا أكيد يستثني، هو أكيد يستثني يعني نحن اليوم لا ماشي الحال، نحن بدأنا اللي حديث بيش حديثنا اليوم بحديث عن العلمانية وعن فصل الدين عن الدولة، هذا ليس له بالحيض ولا بالنفاس ولا حتى برمضان، صح ولا لا؟ وفي نعم. القناة وفي نعم صحيح. وأغلب ما ينقم الناس العلمانيون إما بالفطرة وإما الفطرة حشاها يعني، إما بالإعلام وإما بالإفساد وإما بالجهل، أن كيف المفتي ودار الإفتاء تتحدث عن السياسة؟ نعم. فإذا هو يعني هذه بارك الله فيه، لكن هذا موجود هو
لكن بعض العلماء أو بعض المحطات تسمعهم شيخ البسط. نعم تسمعوني. شيخ نعم نعم نسمع فيك شيخ. بعض المحطات نعم نعم نعم، لكن ينبغي أن يكون هذا وهذا وكلامه طيب، ونسأل الله تعالى أن يعين القنوات والمشايخ على تبصير الناس بكل شيء. نعم نفع الله بك شيخنا بارك الله فيك. شيخنا الأخ بعجيل يقول مع الفجر والأذان يدن والمال قفيده وشرب، لأن كان يدخن قبلها حسب ما فهمت يعني، فحكم هالشربة هي يا شيخنا. والله يوم العلماء ديما يقولوا يعني يؤخر السحور، لكن لابد أن يتحقق، ويقدم الإفطار ولكن لابد أن يتحقق، وألا يقع في اللعب. لأن أولا هذا الإمام المؤدي لسمعة، هل أذن في الوقت أو قبل الوقت أو بعد الوقت؟ بعض الشابين ما يدنش يسمع الأذان برا من مسجده، وبعدين بيطلع المفاتيح وبيدور المفتاح متاع الباب وبيشوفه هو مش هو، وبعدين بيدك المرة الأولى والثانية والثالثة ما إلى آخره، وبعدين يفتح الباب وبعدين يشوف البطم وبعدين يدير البطمة وبعدين ينوض يصبي وبعدين بيدن يدق في ربع ساعة بشدن. بعض الشابين تقول سمعت الأذان، فإذا كان المؤذن يؤذن في نفس الوقت فنقول لو لا شيء عليك ولا تعود لمثلها، لا تعود. وإن كان المؤذن أذن بعد الوقت فعليه القضاء. بارك الله فيك. نفع الله بك شيخنا. الأخ بعجيل نفسه يقول والدته مريضة وقريب من 20 سنة عندها عفان الله وياك صرع كذا، فيقول رفعتها للمشايخ ورفعتها للأطباء يعني يريد نصيحة، لكن سألته قلت هل عندك سؤال فقهي في الصيام يعني، فقال هو يقول لها تفطر لكن هي ما تبيش تفطر يعني. هي مدام قادرة على الصيام ووقت يعني دخول الوقت هي عاقلة، هذه يعني يلزمها الصيام. لكن هو سؤاله قال اني حرت انقل لها للمشايخ ولا انقل لها للطب، تقريبا هيك فهمت منها. نعم وهذا هذان امران لا تعارض بينهما، بامكانه ان يعالجها عند الاطباء وان ينظر المشايخ في رقيتها. لكن من هم المشايخ الذين يرجون أيام الله؟ مش كل شيخ يقول أن عالج يقول لا عالج، لا، اللي عالج بالكتاب والسنة وبكلام يفهم وليس له يعني تصنع وليس له يعني أشياء قد تخلع الأدب أو يخشى منه شيء، لا بس أن يرقيه الشيخ أو يرقي نفسه بنفسه أو هو يرقى ويقوم برقية والدته يقرأ عليه القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي الحديث وإن تكلم فيه بعض العلماء عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومطردة للداء عن الجسد، ففيه الشفاء. والأنبياء سألوا الله الشفاء، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وإذا مرضت فهو يشفين، يسأل الله. وإذا يعني وثق في بعض المشايخ أن يقرأ عليه قرآنا أو أن يلقنها بعض الأشياء أو يفعل هو بها ذلك، ولا بأس أيضا أن يعرضها على الأطباء، فلا تعارض إن شاء الله. نعم. تعالى، لأن المسألة كلها توكل على الله عز وجل. طيب شيخنا الأخ طارق من عربان للأسف أن الوقت ضاق يعني انتهى الوقت، يسأل عن حكم العمليات الانتحارية التي يفعلها بعض الناس في الغرب أو في في في, في الناس الأبرياء يعني. يعني هذا لا شك أن موضوع طويل وهذا ظلم لا شك تتحدث فيه شيخنا. لكن باختصار الغرب يحرمها، خلينا نكون واضحين، احنا الغرب اللي هو يخاف الجندي الأمريكي في العراق 28,000 دولار الخوذة اللي تقي رأسه، فهم عندهم من يقوم بالعملية. نعم. هذه وهي أنكأت فيهم، فالغرب يحرمها، الغرب يحرمها، نحن لا نأخذ فتوانا من الغرب، نحن نأخذ فتوانا من ديننا. هي ليست على إطلاقها، ليست حراما على إطلاقها وليست جائزة على إطلاقها. من لا. الذي يفعل ولما يفعل وما الذي أحوجه إلى ذلك ومن الذين يفجرهم أي المكان والزمان والهدف، وهل هذا جائز شرعا أو غير جائز، هو الذي يحتاج إلى مفتي ويحتاج إلى شيخ يقول له هذا عمل جائز وهذا عمل غير جائز. أما يفجر المسلمين هذا غير جائز، أن يفجر يتفجر في الكافرين، أن ينغمس في الكافرين، للشيخ ابن تيمية عنده فتوى في ذلك وبجواز ذلك. فالمسألة اللي يقول حرام مطلقا هذا
هذه فتوى غربية، هذه فتوى غربية وهذه من العلمانية. وأما الذي يقول حلال مطلقا حتى هو ما قالش الحق، فهي تحتاج إلى تفصيل، وكل عملية تحتاج إلى تفصيل وبيان من أهل العلم والله أعلم. طيب شيخنا بارك الله فيك، حكم اللحية هذا سؤال من أغرب ما جاني، يعني حكم اللحية لغير السلفي، يعني واحد عمل لحية أي إنسان خلي يدير لحية للإخواني، قال لك حكم اللحية للإخواني، يعني حكم إطلاق اللحية. هم هؤلاء يخشى نعم هو يخشى يقولك ينتبس الأمر، يعني لا، اللحية واجبة، اللحية واجبة يا أيها الناس، وخاصة الشباب الكبار، يا أبائي ويا إخواني ويا أحبابي، والله نستحي أن نكلمكم، يعني اللحية واجبة، وعلى الكبير وعلى الصغير، لكن الكبير باللي عليك اعفيها، الله يعفيك من النار إن شاء الله، باي واجبة، سواء كان يصلي ما يصليش، هو أمر بشيء ففعله، زي ما أنت الآن تصلي، ومرات عند الشيباني زمان يقول تصلي وغش، فزي يصلي ويدير في أشياء محرمة، نقول له ما تصليش حتى تسيب المحرمات، لا، فهي واجبة على كل أحد. لكن ماذا يقصد بها؟ اللي هي شرطها شرط الإسلام، شرط صحة، فالكافر هذا انتهينا من أمره. أما المسلم فلماذا؟ إن كان استنانا وعملا بالواجب أجر، ولو كان يتكيف. وأما واللي تركها محبة في النبي واستنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجرها، واللي خلاها هيك منظر ليس له أجر فيها، واللي خاطر يقول لك وجهتي لي حساسية بس ولو شفي لأزالها ما عندهاش أجر. لكن أن ندكم من الغفلة ما ذكره فلان وفلان وسمى بعض المسلمين وسمى بعض طوائف المسلمين، والله كلام هذا، نسأل الله أن يعافينا ويشفينا من هذه الغفلة ومن هذا الجهل. نعم. اللهم أمين، بارك الله فيك شيخنا، كنت معنا في هذه الساعة، حفظكم الله تعالى. صاحب الفضيلة الشيخ محمد بوعجيلة، عضو مجلس البحوث والدراسات في دار الإفتاء، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وشكرا وصول لكم أحبتي الله، وإلى الملتقى بحول الله وقوته، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا حديقة مليئة الأزهار يجيب كل